مع رسول الله. يا جماعة الخير، كلام قوي ربما يتفاجأ منه الكثير. الشاب اللي بيكفر الرب، بيكفر الدين، بيسب الرب، بيسب الدين، بيسب النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكا مازحا، جرت الإعادة على لسانه مش قاصد أو متعمد، هذا حكمه يكفر كفر مخرج من الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا يا جماعة الخير إذا مش عارف أنت الحكم، هي الحكم، هذا إجماع عند الفقهاء. لا تقول ليش مزح وزعلان، بيجي الشاب يمزح معاه بنكشك بقول له دينك، بنكشك بقول له مش عارف كيف، استغفر الله العظيم. يا جماعة الخير، اللي بيكفر بتطلع من لسانه سب الرب، سب الدين، سب النبي، سب دين فلان، كمان يروح يتوضى ويغتسل ويتشاهد ويدخل الدين ويعلن توبته مرة أخرى، لأنه إذا مات على هذا القول فإنه يموت على كفر، وكفر ارتداد، فيش فيها مزح. بالنسبة للمتزوجات أنا بحكي لك، روح اتصل على المفتي قولي له يا سيدنا الشيخ زوجي بيضل يكفر، يكفر يسب الرب ويسب الدين ومش مخلي طالع نازل، لما بكفر هل أمكنه من نفسي ولا أنا بدخل بالعدة؟ لأنه الذي يكفر يصبح مرتد، وبالتالي من تاريخ كفره أنا بدخل بالعدة، لا أمكنه من نفسي ولا أجعله يجامعني. ليه؟ لأنه هو كافر، يحتاج أن يتوب وأن يعلن توبته توبة جديدة وتوبة نصوحة، وأن يستغفر الله وأن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. مش قادر أوقف عن كفر روحه على دار أهلك، خلي أبوك يصرف عليك ولا تمكن نفسك من هذا الرجل، ويدخل في العدة وارفع أمرك للقاضي، اسألين للمفتي وردين جواب. أنا بديش أجاوب عشان ما يحكوش عامر بتفلسف. بالنسبة للشباب يا حبيبي، وبالنسبة للشابات اسمعي، الكفر مزح ضحك تخويف عن طريق الهبل، عن من طريق مش عارف شو، يقع ويصبح كفر، فيش فيه، هذا الباب بده يتسكر. اللي بيكفر بينقطع لسانه، حكم سب الرب، سب الدين، سب النبي، هذا مخرج من الملة، فيش فيها مزح يا جماعة الخير. عشان هيك يبادر الإنسان الذي يكفر بالتوبة، أملك عليك لسانك، اتذكر إنه أنت لما تغضب بدك تكفر، غير المكان، استغفر، غير مكانك، روح اتوضى، ما تروحش على أمور تخليك تستفزك عشان تكفر، واعلم إنه ربما أنت تكفر وتكون خاتمتك وأنت تكفر. شو وضعك وأنت تموت على كفر وارتداد؟ نتقي الله جماعة الخير بالشارع، مزح وضحك كن دينك، كن مش عارف شو، كن مش عارف شو، انجنيتوا شو مالكم؟ مش ملحقين عليكم قد ما بنضل نحكي. أنا أتمنى المشايخ يوجهوا هذا الكلام، والمفتي، يعني أظن المفتي بالبلد عندنا هون أطلعوا فتوى أن سب الرب وسب الدين كفر. شو طلعنا متفلسفين هلا، لك مين أنت تكفر مش تكفر؟ هذا إجماع، بارك الله فيكم.